حيت صون التليفون ما فهمتش شنو واقع. هيثم مفتاح غادي تجاوب على كاع الاسئله وما غتقول لا لا لا. مشينا انت دابا هيثم ولا الحبيب؟ هيثم داير فيها معقول زعما شويه. الحبيب فين مشى؟ العربيه. عز معاك التليفون ديالك؟ لا لا. وشنو هذا اللي جبتي دابا من جيبك؟ حيت سمعت الله تغب شويه مالك توترت الدراري كتبقاو تحركوا زكا حيت صون التليفون ما فهمتش شنو واقع. سبيتي في صحابك هاني وتبت معانا زعما راك مهندس دوله قالوا انت مهندس ديالها شبعدا جيني دي بروسيدي ميتريس كاليتي. شنو هي سكافندري سكان كاليتي تاني؟ هندسه الطرائق وتحكم الجوده. هدايتم والحبيب اش قرا؟ حبيب خارج من السابع. واخد الباك. لا خارج من السابع. قال لي انت اللي خارج من السابع دابا. قالوا لي انت وكال شويه. شنو عزيز عليك تاكل؟ الدجاج بسطريب الحوت والكرعين والحمر الراس. ما عنديش مع جوج العيبات اللي قلتي. ما تعرفش داك الشيء انت. غتطلع لمراكش دوغي؟ ما طلعتش مراكش دوغي. وعلاش؟ ما يمكنش حيت الواحد غادي كيتطور ما خصوش يرجع ازيرو. شحال من فوط درتي؟ ثلاثه المرات وقيله. عز معك واحد راه طاح لي ما عرفت. وحنا عارفين شنو تعليقك على المقابله؟ وا بسم الله الرحمن الرحيم. صراحه المقابله كانت جميع اجواء الرياضيه. لولا التحكيم اللي غنبقاو ديما نتشكاو منه كنتمنى الله يطول معنا القدام ونتمنى احد موفق للفريق ديالي ولا للفريق الخاص ان شاء الله.